بلدي العبان، مسؤولة عن ملف التعليم وعضو شؤون المرأة بالبلدية. اليوم كان ملتقانا على خاطر أصحاب الهمم الموجودين في البلدية وما عندهمش مراكز خاصة بهم تعلمهم وتدربهم وتأهلهم، وللأسف يعني مدمجين داخل المدارس العامة من غير ما يقدروا يستفيدوا من طرق التعليم المنتشرة يعني في المدارس العامة. فاليوم نحن نناشد المسؤولين أنه من ناحية يوفرون مركز خاص بهم لتدريبهم وتعليمهم وتأهيلهم وحتى معالجة سلوكياتهم. والحاجة الثانية نتمنى من السيد معالي وزير التعليم أنه ينظر للأمهات المعلمات اللي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه المكرمة فيعفيهم من الجداول المدرسية، لأنه صعب على الأم توفق ما بين الجدول المدرسي ورعاية هذا الطفل. أيضا نتمنى تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي داخل المدارس وتطبيق فكرة المعلم الظل، بحيث يكون لكل طفل صاحب همة معلم ظل يرافقه من أول المرحلة التعليمية لنهايتها.